أعيش في بلد إسلامي لكن كل الجامعات مختلطة ولا توجد جامعات للنساء فقط، فما حكم الجامعات المختلطة ونحن مجبورون على ذلك؟ إن شاء الله تعالى إذا يعني التزمت بالحجاب الشرعي ولم تجلسي عند الذكور وجلستي عند البنات وكذا ولم تخالطيهم، إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، والله المستعان. حاجة هذه. هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ والله إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل، وإذا لم يمكن فالواجب أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة وأن يغض الطرف، وأن يكون هذا كالمكره، كما أننا الآن ندخل السوق وفي النساء متبرجات ويزاحمن الرجال، بل في الطواف في المسجد الحرام. فالشيء الذي لا بد منه يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في المحرم ويعفو الله عنه. إن الاختلاط بين الرجال والنساء أصبح في زماننا هذا في معظم المجالات، فهل يجوز الاختلاط في الجامعات؟ وإذا كان لا يجوز فهل نترك الجامعات المختلطة ونمتنع عن الدراسة؟ وإذا كان مجال التخصص في جامعة مختلطة ولم تتوفر كليات أخرى فماذا يفعل الطالب؟ وهل يجوز للطالب الإصغاء والاستماع إلى شرح المعلمة في الفصل، خاصة أن هذه المعلمة أجنبية وجنسيتها غربية مثلا من فرنسا أو ألمانيا أو غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. أما تلقي العلم فيجوز للرجل أن يتلقى العلم من الرجال والنساء، ويجوز للمرأة أن تتلقى العلم من الرجال والنساء. وأما الاختلاط والسفور وجلوس المرأة بجانب الرجل في الكرسي فهذا كله من المحرمات. لا يجوز للرجل يجلس بجانب امرأة أجنبية عنه، ولا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام رجال أجانب، ومن فعل ذلك أو رضي به فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم أن يحرص في طلب علمه أن لا يكون مختلطا بهذه المجتمعات الضارة على الدين والدنيا. أما الدين فيفسد القلب وينحرف الإنسان، وأما الدنيا فبالإغراء بالفواحش تفسد الدنيا أيضا. ويحرص على مسلم الطالب المسلم أن يحرص على طلب العلم في مؤسسات لا خلطة فيها، فإن الإنسان مهما كان قادرا على التحكم بمشاعره وعواطفه يعجز إذا اختلط بالنساء عن التحكم فيها، فإن للنساء سلطان إغراء لا يكون له مثيل، والوقاية خير من العلاج، والدخول في هذه الأماكن دخول على أرض وبيئة، فالسلامة أن لا يدخل الإنسان. أما تلقي العلم فجائز كما ذكرت إذا توفر مع ذلك الستر والحشمة وتجنب الأشياء المضرة بالأخلاق، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز لي الدراسة في جامعة مختلطة مع العلم أنها الوحيدة في بلدنا، ولا أستطيع السفر إلى المملكة وأترك والدي وهما محتاجان لي؟ لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة التي يكون الرجل بجانب المرأة. أما إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة معزول بعضهم عن بعض فلا بأس بذلك، أما الاختلاط لا يجوز. أحسن الله إليكم. الأخت عين راء من القصيم تقول ما حكم اختلاط النساء مع الرجال في أماكن العمل وغيرها مثل الطبيبات والأطباء والجامعات وغيرها؟ هذا أمر محرم، اختلاط بين الرجال والنساء أمر محرم في أي مكان، حتى في أماكن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخروهن، يعني في الصلاة مع الرجال أخروهن من حيث أخرهن الله، ويقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها شرها أولها، بينما خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه، وكانت النساء يصلين معه منعزلات عن الرجال ومتحجبات أيضا، كأنما على رؤوسهن الغربان، لما أنزل الله آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، وهو السواد، سواد الخمر التي لبسناها واحتجبنا بها.
فلا يجوز الاختلاط. فإذا كان هذا لا يجوز في موطن العبادة، في موطن العبادة فإنه لا يجوز في غيره من باب أولى، في المستشفيات أو في مقاعد الدراسة أو في الأسواق أو غير ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى وقوع الفاحشة وتفشيها في المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عمل المرأة فليس من الضروري أنها تختلط بالرجال، تعمل في المجال الذي يليق بها، تعمل في محيط النساء وفي أعمال النساء وهي كثيرة، في الطب تطبب النساء، في التدريس تدرس النساء، في الحرف تعمل الحرف التي تليق بالنساء وهكذا. هذا السائل يقول: ما تقولون في دراسة الفتاة في كلية الطب على الرغم من وجود اختلاط بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات؟ أين؟ تبي لا شك أن تعلم المرأة للطب أمر مطلوب، لأن الله تعالى جعل بني آدم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنساء محتاجات إلى امرأة تتعلم الطب. فتعلم المرأة للطب لا ينكر، بل إنه يؤمر به، إلا أن المنكر الاختلاط بينها وبين الشباب، وهذه المشكلة ربما ييسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة في المملكة العربية السعودية ويقضى عليها. نعم، فالمسألة هناك شيء لا بد منه هو تعلم المرأة للطب، وهناك أمر منكر يصحب هذا الشيء الذي لا بد منه، يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى. ونرجو من الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا بحصول المصالح. ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة حيث أن غالب الجامعات في الدول العربية هي كذلك؟ وهل يفرق في دخول هذه الجامعات بين الذكور والإناث؟ وإذا كان الجواب بالمنع فما يجب على الدارس الآن؟ وما حكم طاعة الوالدين في ذلك إذا أصروا على الدخول؟ شوف، انظر معي، المحرمات نوعان، هذه قاعدة عند أهل العلم: محرم تحريم مقاصد، ومحرم تحريم وسائل. الاختلاط محرم لا شك في ذلك، وإنما تحريمه تحريم وسائل. والقاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم وسائل يجوز إذا أمن ما يفضي إليه، ووجدت الحاجة، والحاجة دون الضرورة. ولذا يوجد اختلاط في أسواق، لأنه أمن ما يفضي إليه، والحاجة موجودة، الناس محتاجون، من الصعب أن يفصل الناس. كذلك في الحرم وفي المساجد قد يوجد ذلك الشيء. إذن فهو محرم تحريم وسائل، وليس محرما تحريم مقاصد. وهذا التفريق بين الوسائل والمقاصد من أهم الأمور لطالب العلم وخاصة المفتي، وهذه نبه عليها بعض أهل العلم كثيرا: يجب أن تفرق بين المحرم تحريم مقاصد والمحرم تحريم وسائل، وأثر التفريق بينهما تصل لعشر مسائل، منها ما ذكرت لك قبل قليل. إذا نرجع لهذه المسألة: من أراد أن يدرس في مدرسة جامعة مختلطة هل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول هذا محرم ولا نجيزه مطلقا، لكن هو محرم، لكن قد يجوز إذا وجدت بعض الشروط، منها وجود الحاجة. فإن وجدت الحاجة، لم يوجد له مدرسة أخرى، أو في تخصصه الذي هو فيه لا يوجد فيه بديل، لا أقول ضرورة، الضرورة تبيح كل محرم ولو كان محرما لذاته وهو تحريم المقاصد، ولكن لهذا التخصص فنقول حينئذ الشرط الأول قد تحقق. الأمر الثاني: إذا أمن ما يفضي إليه، بأن كان الطالب أو الطالبة للعلم ممن قد احتاط في دينه، في ستره وفي عفافه وفي البعد عن هذه الأمور والتحرز بصحبة الصالحين ومجالستهم وكثرة ذكر الله عز وجل، فإنه إذا وجد هذان الشرطان حينئذ يجوز، مثل السفر إلى بلاد الكفر، الأصل فيها المنع ليس الجواز، إلا إذا وجد شرط كالحاجة والأمن ما يفضي إليه من عدم مخالفة الدين وتركه، فحينئذ يجوز، الحكم فيهما سواء. بعض الإخوان لا يفرق بين ما حرم تحريم وسائل ومقاصد، فتجده يجيز المحرم تحريم وسائل مطلقا في كثير من الأشياء، وهذا غير صحيح. مثل النظر، النظر محرم تحريم وسائل لا مقاصد، وإذاك يجوز النظر إلى المخطوبة، يجوز النظر القاضي، يجوز النظر الطبيب، يجوز نظر الحاج الشاهد، وهكذا وغيره من الصور.
إذا أمن ما يفضي إليه الكبيرة من السن والقواعد من النساء يجوز لها أن تضع حجابها فيجوز نظر إلى وجهها وهكذا. لكن هناك أمور محرمة تحريم مقاصد، إذن هناك طرف يبيح لما رأى بعض الصور تبيح التحريم تحريم وسائل أو التخفيف فيه أجازها، وشخص آخر في المقابل عكس جعل محرمات الوسائل كمحرمات المقاصد فشدد تشديدا حتى حرج على الناس تحريجا كبيرا، ولا تكاد مسألة من المسائل إلا وفيها مقاصد ووسائل. وبعض الوسائل والمحرم تحريم وسائل ليس درجة واحدة، فما كان محرما تحريم وسائل لمقصد أعظم كسد ذريعة الشرك وحماية جناب التوحيد فهي أشد من غيرها وهكذا. إذن هذا من أعظم المعاني التي يحتاجها طالب العلم للتفريق في معرفة مقاصد الشرع في النظر للأحكام.